المغرب فاسي فريق الماس بلال التالي بتنفيذ الركنية من الجهة اليمنى من هجوم فريق شاب مسير على يسار دفاع المغرب فاسي الراسية في المرمى جول مانديون سيلا يعادل النتيجة جول جميل كرة ملعوبة ضربة ثابتة الثابتة ثابتة في المرمى في مرمى فريق المغرب فاسي هدف التعادل لشباب مسيرة ركنية لعبت من بلال التالي وضربة راسية من مانديون سيلا منحت التعادل ضربة راسية بديعة جميلة لم تترك ولا فرصة لحارس المرمى أنس زنيتي تمرر الكرة من مرمى اللاعب بلال التالي تركوه وحده حرا طليقا يسدد قذيفة رأسية ممتازة في المرمى هدف جميل تسديداتهم الرأسية قوية سامة من اللاعبين الأفارقة السود هي ميزتهم يمتازون بالتسديدات الرأسية القوية بلال التالي شكرا مخرج المباراة ارتقاء هوائي يا سلام على طريقة